بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معنا سؤال لأحد الإخوة حافظ لكتاب الله بالقراءة العشر ومدرس القرآن. بدنا نسمع قسم من سؤاله، تسجيلات صوتية معي كلها سمعت ورديت علينا طبعا. وفي كثير قصص، كثير والله كثير، يعني قصص كثيرة سبحان الله كالمطر. الحمد لله رب العالمين على السفارة وسورة البقرة. نشوف قديش بدي أطلع من القصص حسب الفيديو إن شاء الله. يعني الصراحة رسالته طويلة جدا، تقريبا أكثر من 30 دقيقة، لكن أنا بدي أقتبس وأخذ السؤال الأول إن شاء الله. هاي رسائل وكلها رسائل، وهذه المراسلات تبعته. نعم نسمع. الله وبركاته شيخ أحمد حجازي. عم أبو أحمد كيف حالك؟ طيب إيش أخبارك؟ بخير مساك الله بالنور والسرور والخير والصحة والعافية. والله هذه رسالة مهمة جدا، لازم أرسلها وأبعثها لك. أنا عيسى حافظ القرآن اللي أرسلت قصتي قبل فترة، حافظ القرآن وما أتمت القراءات العشر إلا بعد الرجوع إلى الله عز وجل والاستغفار والتوبة وقراءة سورة البقرة والاستغفار. طيب أنا وصلت إلى عدد كبير في الاستغفار، وصلت إلى 100,000، يمكن كانت يومين متتالي وصلت إلى 100,000. بعد كده نزلت تدريجيا، كنت ناوي أني أنا أثبت على 70,000، لكن سبحان الله بعد 100,000 تحس الشيطان يهاجمك من كل ناحية ومن كل حلب وصوب، إلى أن نزلت إلى 30,000. حتى الأسبوع الماضي نزلت إلى أقل من 30,000، إلى 10,000، إلى 12,000، إلى 13,000. خلاص، والآن أنا عازم على الرجوع مرة ثانية إلى 30,000-40,000 وزيادة بفضل الله ومنته. وسورة البقرة كذلك أنا كنت بديت فيها، بديت يعني تعرف سورة البقرة كل ما تبدأ فيها اشتد البلاء، إلى أن وصلت إلى 12 مرة في اليوم. هذا طبعا قبل ما أخذ الاستغفار، أنا بديت بسورة البقرة في البداية هكذا الله أراد. فإلى أن وصلت إلى 12 مرة، وصلت إلى يعني شدة قوية، بدأت تنفرج الأمور كلها بعد 12 مرة. بعد كده رجعت أنزل 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 إلى أن وصلت 4 مرات 3 مرات 2، إلى أن وصلت إلى 3-4 أيام مني قادر أقرأها مرة واحدة تماما. طبعا هنا أنا لما وصلت إلى هذه المرحلة بدأت أخذ تاج الذكر وأوصل فيه إلى 1,000 مرة، أفادني كثير، ورجعت أرفع العدد، أرفع قراءة سورة البقرة، نفعني كثيرا. طيب لكن هجمات الشيطان تحسها متتالية علي جدا، وتسلط الناس بشكل غير معقول تماما، بشكل كبير جدا. يتسلط عليك أي أحد في كل أمر في كل شيء، الكل يتسلط عليك، فهم علي يا عمي أبو أحمد؟ فالأمر متعب 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 جدا، حتى للأسف يتسلط عليك الناس الصالحين، هذا اللي يظنه، يعني الإنسان اللي كان قدوة لك هو اللي أول واحد يتسلط عليك، فهم علي؟ فصار في تعب جدا شديد يعني، وهذا أذى نفسي يعني خانق للإنسان، يعني هذا يؤثر سلبا على 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 قولتهم على الاستغفار، ويؤثر سلبا على على قراءة سورة البقرة، يؤثر كثير وينزل الإنسان. وكل ما الإنسان سبحان الله يدعو إلى الله أكثر، والله هو الموفق وهو المعين. والله إنني أقول للناس نفس الكلام اللي تقوله، إنه أنا تراب في تراب، إنه أنا والله ما أسوى شيء، وأنا أظن هذا في نفسي متأكد منه، أنا تراب في تراب وما أسوى ولا شيء، لكن الله هو اللي فتح، والله هو اللي أراد، والله هو اللي يسر، والله هو اللي فتح. طيب فيصير معي هجوم، خاصة للناس اللي يكون عنده مشكلة وتعطيل كبير جدا في حياته، وأصيب بقراءة سورة البقرة ويبدأ فيها ويتنور حياته ويستفيد كثير، تتغير حياته تغير كامل تدريجي، يصير الإنسان يبلغ آية وآية ناضجة، زي ما أنت تقول إن الله يعدك ويهيئك. لكن مع هذا التهيئ ومع هذا الفتح من الله، يعني شوف أنا في الحلقة عندي في التحفيظ، مو الحلقة عندي، حلقة قراءة القرآن الكريم التي هي لله، ليس لي فيها شيء ولا ذرة ولا واحد في المليار. يعني قبل 3 شهور ما كان في أحد يمكن يأخذ سورة البقرة أبدا، الآن اللي يأخذون سورة البقرة ويقرؤونها مرتين وثلاثة في اليوم يمكن 9 أشخاص 8 أشخاص إلى هذا العدد، وفارقة في حياتهم تماما. بل وأزيدك كمان
بالاستغفار. أنا الرزق اللي أتمنى من الله اللي هو طلاب تحفظ القرآن، والرزق لطلابي ما يعني ما سألت الله شيء لنفسي. الحمد لله وسع الله في رزقهم كثير طلابي بشكل كبير جدا، وسع الله يعني في حفظهم وقرآنهم، تغيرت حياتهم. بعضهم كان ساقط في سقطات عظيمة جدا مثل عقوق الوالدين وإباحيات وعد سرية وأقلعوا عنها تماما تماما، ذهبت. بعضهم يكون عنده وضع سيء جدا في البيت على وشك الطلاق من والده ومن والدته، تغير الوضع الآن تماما تماما تماما، تغير بالكامل. أمه وأبوه متحابين، بل بالعكس إنه هو الآن يعني تغيرات كبيرة جدا في أمور لا تخفى عليك، وأنت تعلم يعني آثر سورة البقرة حق اليقين وأثر الاستغفار حق اليقين. لكن أنا قاعد أنا قاعد أتأثر، يعني الأمر كله في النهاية بيرجع علي أنا، بي ما ما ماني قاعد أكسب ولا شيء، وأنا والله لا أبحث عن مكسب ولا شيء. ونعيد ونكرر الموضوع المهم، والله ليس لي من الأمر شيء، والأمر لا يسوى. والله قادر إنه يجعل شخص أسوأ مني بمليون ألف مرة إنه يسوي أفضل مني بمليون ألف مرة. والله لا أملك ولا شيء ولا أستطيع من الأمر ولا شيء، لكن التسلط اللي قاعد يجي علي، شايف الشخص اللي الحمد لله يعني بدأ في سورة البقرة وتوجه لسورة البقرة وبدأ بالاستغفار وبدأ يأخذ الاستغفار، يرجع يتسلط علي أنا، يعني يصير في مشاكل معي أنا. وبعضهم يعني يكون طلابي يعني مثلا، فهتلقى تغير كبير علي أنا حتى في الاستغفار يتسلط عليك. يعني المعلم الذي هو أكبر مني في الحلقة، الذي هو المسؤول عن المسجد، هو المسؤول عن هذا، يعني اللي أنا في النهاية يعني أنا أعمل الحمد لله ومخفي عملي وذاهب، يعني في النهاية الشكر كله والثناء كله عليه، هو يبتلى بهذا الموضوع والله يرزقه الإخلاص. لكن هو يرجع يتسلط علي، يحب الخير لكل الناس إلا لي أنا، يتمنى إن الكل يستفيد ويرجع إلى الله إلا أنا. فهمت المسألة؟ بل إنه بعض الناس يعني تلقاه لطيف هين لين مع الناس، محب لهم متعاون معهم، إلا أنا بالذات أنا. فهمت؟ أي تصرف من الناس يحمله على أفضل المحامل وعلى سوء حسن الظن، وإن كان ظاهر وباطن الشر إلا. طيب حبيت أنه تسمعوا سؤاله وكلامه، والأخ يعني له تسجيلات طويلة جزاه الله خير. أنا طبعا جاوبته، يريد أن يقوم الليل ويصلي 60-70 ركعة، ويريد أن يأخذ سورة آل عمران، ويريد أن يأخذ تاج الذكر بآلاف المرات، ويريد أن يأخذ آل عمران مع البقرة و12 مرة سورة البقرة. قال الشيطان لآتينهم عن أيمانهم، شو اليمين؟ بده يجيك من طريق الدين ويقول لك كثر 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 حتى لا تصل إلى شيء. يا جماعة الموضوع أصله كلياته 4 مرات سورة البقرة أو 30,000 استغفار، ما فيه صدفة، هو ليس أشياء مقدسة، لكن في لها دلالات. أنا بفضل الله لما ب 2015 سمعت قصة 30,000 استغفار، يا قنوب لي يا قصف، احنا كمان نرمي على بعض قنابل، لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال عندما أخذت 30,000 استغفار ما زدت، يعني 30,000 يعني 30,000 و100 و200 و400 و300، هكذا 30,000 خلص، بس ما نزلتش، لم أنزل أبدا 6 أشهر ما نزلت. ما كان معي سورة بقرة، ما كنتش أقرأ سورة يعني معي سورة البقرة، فقط الاستغفار. صلاة في وقتها، صلاة على رسول الله، نعم كان معي 1500 صلاة بالصيغة البسيطة، اللهم صل على محمد. صلاة في تكبيرة الإحرام الأولى، قيام الليل 13 ركعة. طبعا أنا هذا البرنامج اللي عشت وأعطيته إياه الآن. أنت هذا الأخ قيد الإعداد، الموضوع ليس، صدقني كل الذين أخذوا 100,000 استغفار و60,000 استغفار و10 مرات سورة البقرة كلهم سينزلوا حتى يتركوا، لربما يبقوا في مع واحد أو 2000 استغفار. ليه؟ لأنه أخذهم هيك تشجعوا، و بتكون وكأنها همي عالية وثم تهمد هذه الهمة.
والله لا يريد هذا الأمر، الله لا يريد هذا الأمر، يريد الله منك أنك تستقيم على شيء. وأنا كمان مرة لا أريد لكم أن تكثروا أكثر من 30,000 استغفار، لطالما قلت الاستغفار سيبطل الله عنك كل الأسحار وكل العيون، ويقضي عنك الدين، ويرزقك الله بالاستغفار، ويغنيك الله بالاستغفار، ويقويك الله بالاستغفار، ويأخذك إلى المكان الذي الله خلقك لأجله بالاستغفار، وسيأخذك في الوقت المناسب لسورة البقرة أو لأي عبادة أخرى. ليش تكثر؟ لماذا؟ إلى أين تصل؟ بنفع أنا بسني أصير طبيب؟ طب 7 سنوات بنفع أني أنا بنفع أحفظ كتاب الله بيوم؟ ما بنفعش، كل شيء له ترتيبه. إحنا نسير، الله بده إياك التسير إلى الله، ماشي ماشي كل يوم، أنا ماشي نفسي أنا متجه إلى الله، وجهتي هو الله، بتقرب إلى الله في سورة البقرة، بتقرب إلى الله في الاستغفار. مش موضوع أني أنا بدي أصل يعني إذا بستغفر مثلا 100,000 مرة معناه بصير مستجاب الدعاء، لا مش هيك الموضوع. أنت بعدك تعرف شو الله، ولو استغفرت 150,000,000 مرة مش هيك، لا أنت الله بده يعرفك في ذاته جل في علا. صحيح أنك أنت قيد الاختبار، يعني قيد الإعداد، أنت جئت إلى بلغوا عني ولو آية، فبدك تبلغ آية، وهذا الله اختارك لتبلغ آية مما أنت وجدت. ما بنفع أنك أنت فقط تتكلم عني أو تتكلم عن فلان وقصة فلان، هذا الله ضيع الأمة. الذين في المنابر تكلموا عن الآخرين، ما تكلم عن أنفسهم، أنا لزمت الاستغفار وأنا لزمت سورة البقرة وأنا لزمت كذا وعملت كذا حتى وصلت إلى الله واستجابة الدعاء، تكلموا عن الآخرين. وهذا الله لا يريده، يريد منا أن نعيش كل واحد منا الآية حتى نبلغها. مش بحاجة تعيش 10 و12 مرة سورة البقرة. أنا قلت لك فيش حاجة تجمع سورة البقرة 4 مرات مع 30,000 استغفار بنفس اليوم، ما قلت لك هذا الكلام، هناك إخوة فعلوا لهم ذلك. سؤال أنت، طبعا كله توفيق من الله، لكن أنت يعني أنا كنت إنسان مستقل جالس شغلي على قدي، مش يعني ناس فايت وطالع، لا، فكان عندي إمكانية أني أقرأ 4 مرات سورة البقرة، معي وقتي جالس أستنى بالزبائن، عندي 8 ساعات 9 ساعات في اليوم، هذول عدا عن البيت. فالموضوع إنك أنت مش إنك فقط، شو الهدف؟ هدفي من 4 مرات سورة البقرة إني أصل 1,000 مرة عندما سمعت الدرس إنك تصبح مستجاب الدعاء. لكن لماذا أخذت سورة البقرة أصلا أصلا أصلا؟ لماذا؟ اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركوا حصر ولا تستطيع البطل، هذا اللي بدي أعرفه، كان علمي على قدي في هذا الموضوع. فالله يعني وكان يا رب بين لي كشف لي شو هذا السر اللي في هذا الحديث. واليوم كل يوم أنت بتسمع مني كلام عن سورة البقرة، وكل من هذا السر الذي في سورة البقرة، لأني لازلت أردد سورة البقرة من أول يوم أخذت سورة البقرة ما تركتها. عشان هيك وسورة الاستغفار كذلك، الله بيّن لنا الاستغفار بال30,000 استغفار بال2015 كان شيء، بال2022 كان شيء آخر. استغفار مع سورة البقرة بال2015 انجمعوا، بال2022 برمضان 2022 ليش بتستعجل بدك تجمع وتجمع وتكون وتكون؟ يعني أنا بدي أصير مهندس وطبيب ونجار وخباز شو بدك تصير؟ بلغني ولو آية اتقنها، عيشها، اعطيها حقها، طبقها حتى تقطف ثمارها، ارجع اطلع بلغ الآية. الأخ حافظ لكتاب الله فما عنده الوقت الكافي، وهو مدرس لكتاب الله فما عنده الوقت الكافي، الشيطان يريد أن يسوقه إلى أن يترك كل شيء، وهكذا يصير عنده حالي من كله كلام، علما إنه دل الناس، والناس وجدت، هذول الشباب اللي عنده وجدوا، ولأنه هو يكثر ويكثر ويكثر لن يمل الله حتى تمله، فهو أكثر وأكثر بطل يستطيع أن يحمل، يريد أن يزيد ويزيد ويزيد، بده يزيد 300 صلاة أو 60-70 ركعة في قيام الليل، ويريد أن يأخذ آل عمران، ويريد أن يصل إلى 12 مرة سورة البقرة، ولا 2,000-3,000 ذا تاج الذكر، وإلى الصلاة على رسول الله. لماذا؟
أنت مش بحاجة، أنت بحاجة ركز حالك أخي الكريم، ركز معنا قصص كثيرة، بس هذا الكلام مهم، إنك أنت مش تأخذك الهم العالية إني أنا دا أستغفر 100,000، لا تستطيع، لا تستطيع، اليوم تستطيع، بكرة تستطيع، بعد 3 أسابيع أنت خلصت، لأن يعني الله لا يريد هكذا، الله لا يريد هكذا، بده الاستمرارية. الله ب30,000 بتحقق أنت من لزم الاستغفار من الليل ونهار. لو ان يعني اليوم تكلمت عن هذا الموضوع كثير، يعني الذي معاه سورة البقرة له أكثر من شهر شهرين لا يترك سورة البقرة، لا يتركها، لا يتركها، حتى لو قلت ابدأوا سورة البقرة، ابدأوا بالاستغفار، لا تترك إشي بديت فيه، إلا كأنك يوم يومين ثلاثة بدأت في سورة البقرة، نعم بقول لك اتركها، من باب إنك أنت تبلغ آيتين مع بعض. ما بينفعش انك انت يكون عندك مثلا عندك فقط باخر الاسبوع يومين انت تستطيع ان تستغفر 30,000 استغفار واربع مرات سورة البقرة، وباقي الاسبوع انت لا تقرأ ولا شيء. ما بينفعش، مش هيك ببلغوا آية، بلغوا آية يعطي الآية حقها. فبكفيك انك انت اولا تلزم الاستغفار ب 30,000 استغفار. كم مدة؟ ان شاء الله سنة، ان شاء الله اكثر. لا يترك الاستغفار، قد ينزل الورد لما تزيد عليه سورة البقرة، بينزل الورد، ولكن لا يترك الاستغفار إلى أن نلقى الله. 12,000 استغفار كما فعل أبو هريرة رضوان الله عليه، لا حتى نلقى الله. وأهم ورد عندي هو الاستغفار. سورة البقرة لن أتركها بإذن الله تعالى أبدا أبدا، لو على فراش الموت. من داق حلاوة سورة البقرة، لكن بالأخص كيف أنا بينتها، لأنه بتصل لموصول أنك أنت الله يفتح عليك في سورة البقرة. 4 مرات سورة البقرة لها كثير دلالات، طبعا أنا أخذتها صدفة 4 مرات، لكن كثير دلالات. الله وصف سورة البقرة، الرسول عليه السلام وصف سورة البقرة في, 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 في حديث كأنها فرقان من طير صواف، يعني هي وآل عمران طير. رسول سيدنا إبراهيم عندما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن قل بلى ولكن ليطمئن قلبي قلب، فخذ 4 من الطير. شوف وصفها بالطير وأخذ 4 من الطير 4 مرات، وكأن سورة البقرة تحيي كل شيء مات فيك، الفهم، العلم، الفطرة السليمة، الرزق، كل شيء مات فيك تحييه، بتعيدك إلى السكة كي بقولوها سورة البقرة، إلى أن تفهم مراد الله من سر وجودك. فليش ما قالش مرة؟ كان سيدنا إبراهيم لو ذبح دجاجة واحدة كان عرف كيف يحيي الله الموتى، لكن ليش 4؟ وكأنها فيها إيحاء لهذا الأمر. وكانت هناك طبيبة مغربية كمان تكلمت على هذا الأساس، إنه في الخروموزومات أو في تركيبة الجينات تبعت الإنسان في الأرقام 4 موجودة. بعرفش يعني، ما بدناش نفوت على الفلسفات أكثر من لازم، ولا أنا بدي أفوت على الفلسفات، لكن الحمد لله إنه كل الذين أخذوا 4 مرات سورة البقرة وكأنهم واظبوا ومن قطعوا، والذين أكثر انقطعوا والذين قلوا انقطعوا، وكان 4 مرات بتمسكك، مفهوم؟ وكانه 4 مرات بتمسكك انك تستمر، مفهوم؟ وكانه 30,000 بمسكك انك تستمر، 30,000 استغفار بمسكك انك تستمر، فبتلاقي حالك انك انت مستمر على 30,000. فاذا نزلت عن 30,000 تترك، وال4 مرات بتلاقي حالك انك انت تترك، إذا طلعت لل10 مرات بتترك، إذا نزلت تحت ال4 مرات بتترك، حتى يستقيم أمرك، وبعدين بتبقى مع مرة واحدة سورة البقرة وتضلك مع. أنا بفضل 30,000 استغفار، أنا بفضل، فيهن عجب من عند الله، هذا ما بينهاك عن باقي العبادات. أظن أنه بكفي إن يعني أجاوب أنك مش بحاجة أنك تأخذ 10 شهادات عشان أنت فقط تخصص بشيء،
وإذا الله فتح عليك وعندك الوقت الكافي وانت شايف انه عندك الوقت الكافي واعلم انك قيد اعداد. هذا الاخ حافظ كتاب الله هو قيد اعداد ويعرف يحفظ كتاب الله لكنه لا يعرف الله. علم الناس كيف يعرف الله لكنه يريد ان طب مليح لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، لكن على قدك. احنا إلنا قرين، القرين لا يموت يا جماعة، القرين موجود معانا لا يموت، يخنس يسكت لا يموت، هو يتأذى من القرآن ولكن لا يحرق به، مفهوم؟ فبتشوف حركاته في جسمك وانت قارئ للقرآن ونام بهم، أنا ألاحظ حركاته موجودة في جسمي في جسمي نعم كل الوقت. وقلت لكم تحصينات أذكار الصباح والمساء والنوم، نعم، فعليكم بهذا. هيك الله أرادها، حرب مستمرة إلى أن نلقى الله بيننا وبين الشياطين. خلينا نسمع قصة، قصص مش قصة. أنا عشان أخلص القصص لازم يعني يطول هذا الفيديو، بدي أشوف يعني معي قصة لأخت زوجها ساحر، زوجها ساحر، ومعي رسالة اليوم وصلت كمان امبارح عذرا تكلمنا عنها لربما، انه البيت كله بيتعامل بالسحر، البيت كله 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 كل البيت بيتعامل بالسحر. فسبحان الله، السؤال انا بدي اعبد الله وكل اللي حوالي سحرة، ما لي علاقة فيهن، صحيح اني مأثرين علي الان، لكن باذن الله الواحد الاحد عندما أتوب إلى الله وألزم الاستغفار لابد أنه يصيبني شيء من السحر كما صاب رسول الله، عشان تعرف شو معنى السحر. والله بيرفع عنك هذا الشيء عندما تتوب وتبدأ تعبد الله، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل، فيرفع الله عنك هذا الشيء ولو عملوا لك مليون سحر، مفهوم؟ عشان هيك أنت خاف فقط من ذنوبك ومن بعدك من الله، ويعرف إذا أنت كنت قريب من الله والأمور ماشية تمام، فاللي بيصيبك هو من قيد الإعداد، عشان تعرف تبلغ آيات إن شاء الله. طيب هاي قصة طالبة مع ابنتي نجلاء في المدرسة، هاي الأخت أم شيماء، الأخت شيماء هي ليست مسلمة، هي نصرانية، ابنتي دخلتها إلى الدين الإسلامي. نسمع قصة هاي الصبية بنت 15 سنة عمرها. هكذا المبلغين، بلغوا، الله يريدكم أن تبلغوا عن دين الله. شوف هاي البنت صغيرة كيف تبلغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عم محمد حجازي كيف حالك؟ لدي قصة حدثت معي منذ فترة قصيرة. تعرفت على صديقة لي في المدرسة، ولكن هذه الصديقة ليست مسلمة وإنما هي نصرانية وتعبد من دون الله أندادا. فتقربت منها وبدأت أرشدها على الطريق الصحيح والطريق الخير وإنما هو طريق الإسلام. فبدأت أتحدث معها وأقول لها إن الشرك بالله حرام، وإن الشرك بالله هو من الذنوب الكبائر، والله لا يغفر لها يوم القيامة. وقلت لها آية لقمان، بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبدأت أتحدث لها عن مدى جمال الإسلام وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن آياته وخلقه وكيف أنزل عليه المعجزات والقرآن الكريم. وبدأت أتحدث معها عن الاستغفار، وأرسلت لها قناة بلغ عني ولو آية للعم محمد حجازي. فبدأت تسمعني وتسألني بعض الأسئلة عن الإسلام، وأنا أجاوبها بآيات من القرآن الكريم وأحاديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول لها إن النبي حارب وتعب من أجل أن يوصل لنا الرسالة وهي الإسلام. وأرسلت لها قناة عم محمد حجازي، وقلت لها إن عم محمد حجازي أخذ الاستغفار في اليوم 30,000 استغفارا، ولقد رأى العجائب والمعجزات وتغيرت حياته من الأسوأ إلى الأفضل، وكذلك ينشر قصص المتابعين والناس جميعا الذين أخذوا الاستغفار وماذا حصل لهم.
من معجزات وخير ورزق وراحة وطمأنينة وكل شيء. وعندما تحدثت معها عن الاستغفار قالت لي أعطيني دليل، فقلت لها في القرآن الكريم في سورة نوح بسم الله الرحمن الرحيم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال بنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. ويوما بعد يوم بعد يوم وأنا أنصح بها وأقول لها عن الإسلام وعن جمال الإسلام وعن المعجزات التي حدثت وعن كل شيء، الحمد لله دخلت الإسلام وبدأت تشكرني، وهي كانت متبرجة فلبست الحجاب وبدأت تستر جسدها وتأتي إلي وتقول أنصحيني بعد عن الإسلام وقولي لي ماذا أفعل، فبدأت أنصحها أكثر وأكثر. وعندما دخلت الإسلام تقول لي بدأت أحلم بكوابيس يعني مو حلوة، فقلت لها أخذي التحصين، وقلت لها عن التحصين وعن الآيات التي تحصن بها نفسها، يعني أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، وهو هذا التحصين. تقول قمت أحلم أحلام كلش حلوة وأحلام أنه تبشرني أنه أنا على الطريق الصحيح، والحمد لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير المبلغة، صغيرة بالسن كبيرة بالقدر إن شاء الله، الله يفتح عليك يا عمي. 15 سنة عمرها ابنة المشرفة شيماء، مشكورة جزاك الله خير. نأخذ قصة هذا الأخ اليمني. طبعا هون في قصص مكتوبة وقصص مسرودي وما شاء الله. لا تكثروا، امشوا بالترتيب، راقبوا الله، تعرفوا الله من خلال آية، وهكذا ندل الناس على الله جل في علاه. اسمع. السلام عليكم أخت شيماء، الأخ أستاذ محمد حجازي وكل المشرفين. قصتي أنا بحاول أختصرها قدر المستطاع. أنا من قبل 6 سنوات أو قرابة 7 سنوات حياتي كانت متعطرة، أو ممكن نقول حتى 10 سنوات قبل أتزوج. أنا تزوجت قبل 6 أو 6 وشوية قبل أتزوج، كانت حياتي ما فيها بركة، صفر، ما في. أدخل في شيء أخسر، أدخل في حاجة أخسر، أحاول أمسك فلوس والله تروح غصبا عني، مش بكيف. أحاول هنا هنا هنا، ما كنت أفهم، ما كنت أعي إن المشكلة كانت بالذنوب، ذنوب الظاهرة أو الخلوات، كل الذنوب بشكل عام وبالذات الخلوات هي الأسوأ. حياتي كانت متعطلة، وخلال زواجي خلفت بنتين، يعني الحمد لله. البنت الأولى اتضح أن فيها الضمور في المخيخ، وبنت الثانية الحمد لله سليمة، اللهم لك الحمد. بنتي الأولى هذه من بعد ما عرفنا انها عندها ضمور في المخيخ كانت امور الماديه صعبه، وبعد فتره شبه تحسنت، سافرت على مصر اعالجها، ما سبت دكتور، ما سبت اي عياده، ما في حرفيا. يعني الشيء الوحيد اللي استفادته بنتي تقريبا شويه عضلات الساق، الركبة شوي تحسنت، أشياء بسيطة، أشياء طفيفة جدا جدا جدا، يعني تكاد يعني نقول تذكر ولا تذكر، والحمد لله. اللي صار أنه حياتنا كانت متعطلة جدا جدا جدا، وحتى بدأت تجارة، أنا أساجر في البن والشاي والأشياء دي. كنت شغال مع واحد حرفيا كنت أحس أنه فيه، هو اللي فيه مشكلة مش أنا. الشخص هذا اللي كنت شغال معه هو اللي فيه المشكلة، هو اللي فيه البلاء كذا. الشيطان، الشيطان هو هذه شغلته، فتنة.
والمشكلة فيني أنا عندي ذنوب كثير، يمكن ذنوب ممكن الله أعلم ممكن أكثر منه. أنا ما أعلم الغيب، ولكن أنا برضو أذنب وعارف إني أذنب، ومستغرب ليش سبحان الله يا الله يعني ما الله ما يبارك لي وكذا. هو لازم لأن أنا ما أستغفر، ما كنت أستغفر إلا قليل جدا قليل جدا جدا جدا. وكنت ألاحظ أشياء بسيطة فيني تجيني، يعني أشياء بسيطة يعني جروح وكذا، ما كنت أفهم إيش هذه الجروح. أنا أصحى ألاقي في جروح بسيطة طفيفة، ما هي يعني جروح كبيرة وتألم، هي تألم لكنها جروح بسيطة. الآن فهمت إن هذه شياطين، والخلاص منهم هي صوت البقرة والاستغفار والأذكار برضو سيد الذكر وأشياء كثيرة، لكن بالأخص الاستغفار، لأن الاستغفار بيخليهم ينفروا من البيت، خلاص ما عاد لهم نفس يجلسوا في البيت، ما في. وسبحان الله من بعد ما بدأت الاستغفار يوم 4/11 لاحظت أشياء كثير في البيت، لاحظت أشياء مرة كثير. يعني أولا كان في يعني زائر ثقيل الدم، فأر تعانيت معه، وكل يوم أنا قاعد أحارب حرفيا، وفي كذا صرصور لقيته في البيت من بعد هذا الشيء، من قبل ما كان موجود، مع أنه الشتاء المفروض الحشرات بالعكس يعني ما يكون يعني لها وجود كبير، ولكن سبحان الله. ولاحظت شيء كبير في الاستغفار، شيء هائل. يعني من قبل كنت على مستوى الأكل والشرب، كنت أكل يعني كمية كبيرة وما أشبع، معني أقول بسم الله بس ما أشبع، أحس إنه في شيء غلط، وفعلا في شيء غلط. أنا ما كنت أكل لحالي، كان ممكن أعوذ بالله الشياطين تأكل معي، ما أعرف بأمان، إنه كان عندي أنا قولون، والقولون يقولوا إنه ممكن من الأسباب هذه، الله أعلم من عند الله، أن القولون هم بيأكل معي حاجة زي كده. هذا الشيء اختلف وتغير، يعني صرت أكل وجبة، زمان ما كانت يدوب ساعتين وحجوع غصب عني، يعني صرت أكل وجبة هذه وأروح وأمشي مسافة جدا كبيرة وأرجع، يعني حق 4 ساعات أمس، الكلام أمس 4 ساعات فقط، يعني رحت ورجعت ما حسيت بالجوع أصلا، ما حسيت بالجوع نهائيا ولا حتى التعب. سبحان الله، كل ما حسيت إني تعبت يعني أستغفر الحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله أرددها. سبحان الله، ما في أي شيء فيني يختفي بعد فترة بسيطة، سبحان الله. لأن الواحد لما بيستغفر الله ما بيعذبه، وكل ما تستغفر أكثر وأكثر وأكثر ترتفع ترتفع ترتفع، ما شاء الله تبارك الله، على عكس الذنوب. الذنوب كل ما تذنب تنخفض تنخفض تنخفض، إلى أعوذ بالله ممكن يسبب هذا الانخفاض لك أنك تنتحر، أعوذ بالله. وهذا أعوذ بالله صار، ناس كثير انتحرت بشكل غير مفهوم، وهذا هو انفهم الآن. أنا فاهم الناس انتحرت ذولي بسبب الذنوب، بسبب المعاصي، هذا السبب، ما في سبب ثاني، يستحيل يستحيل، ما في يستحيل. اللي ينتحر هذا بسبب الذنوب والمعاصي، سواء مسلم ولا غير مسلم، الكلام ده على الكل، حتى الغير مسلمين بيذنبوا، والذنوب هذه بتجيبهم اكتئاب، الاكتئاب بيوصل الى انتحار. كثير منتحرين في احصائيات في الاجانب، حتى صار اعوذ بالله صار الاحصائيات هذه عند المسلمين، المفروض ما في انتحار من المسلمين، ولكن هذا بسبب بعدنا عن الله، وبعدنا عن كتاب الله، وبعدنا عن الاذكار. هذه كلها نتيجتها واضحة، يعني أنت لو ما كنت مع الله كيف تبقى الله يكون معك؟ وإن الله أكرمك ووفقك، والله مد لك حبال عشان تمسكها وترجع لله، ما في. بعض الناس ما بيمسك ولا أي حبل وخلاص، أعوذ بالله. وبعض الناس ما شاء الله أول حبل يجي يمسك على طول، هذا كله توفيق من الله، وبرضه التربية، يعني ما شاء الله العائلات، يعني زمان على زمن الأولين كان في تربية ما شاء الله جميلة،
حياة يعني الأطفال والعلماء زمان كانوا بيحفظوا القرآن كامل وعمرهم 7-8 سنوات ما شاء الله تبارك الله، وكان الأهالي بيوجهوهم بالأذكار وكذا 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 ما شاء الله تبارك الله. مع الزمن ده فقد هذا الشيء بسبب الأجهزة، بسبب الأشياء دي، برضه في شياطين أعوذ بالله هي بتخطط لهذا الشيء من الإنس والجن، اثنينهم مع بعض شركاء. نحن ما نقدر نحاربهم إلا برجوعنا إلى الله، رجعنا إلى الله الله مكن لنا، ما رجعنا إلى الله ما نتوقع التمكين، ننسى شيء اسمه تمكين. والحمد لله، والله لك الحمد لك الشكر. هذه قصتي وإلى الآن مكمل، وبإذن الله هكمل، وإذا في أي شيء حوافيكم بإذن الله. السلام عليكم. طبعا الموضوع مش إن إحنا نأخذ كل الأوراد ونرددها ومع حفظ كتاب الله بثلاث يعني نقرأ كتاب الله بثلاث أيام وهكذا، يعني كلما أكثرنا يعني ما لا يطاق. يعني أنا قلت للأخ حافظ لكتاب الله، حب على سبيل المثال إن الله فتح عليك بقراءتك لسورة البقرة 12 مرة، وخط معها آل عمران، وخط معها 30,000 استغفار، وخط معها 1,000 مرة تاج الذكر، وخط معها 70 ركعة من قيام الليل. خلينا نقول الله فتح عليك وعطاك وخرجت يعني خرجت صادقا مثلا للناس، ماذا سيفعل الناس؟ والله سينفروا من الدين، سينفروا. أنا ما ولا مرة قلت للإخوة اجمعوا سورة البقرة 4 مرات مع 30,000 استغفار. فيأبى الله جل في علاه أن يحقق أي شيء حقيقي، ليأبى الله لأنه في خارطة الطريق، يعني شوي شوي. 4 مرات فيها خير عظيم، نعم سورة البقرة، و30,000 استغفار كمان فيه خير عظيم. لكن نعيش أول آية، لما منحقق 30,000 استغفار بكل حذافير أستطيع أن أتكلم من حقيقة عشتها، حقيقة حقيقة مش يعني نص حقيقة وربع حقيقة، عشتها قطفت ثمارها كما في سورة نوح، كما في سورة الأنفال، كما يعني لا يعذب الله مستغفر، كما في سورة هود الله وإيا قوم استغفر ربكم ثم توب إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، وفي آية أخرى ويزدكم قوة لقوتكم، وفي سورة نوح ويمددكم بأموال وبنين ويجعلكم جنات ويجعلكم أنهارا. ونعم كل هذا عندما أعيش وأتحقق منه، أنا عندي آية هنا أنا أستطيع أن أخرج وأبلغ هذه الآية، عندها أنا أخذ مثلا سورة البقرة 4 مرات بنزل معاي ورد 30,000 استغفار ل12,000. هذا ما وجدت أفضل شيء أنه ما ننزل عن 12,000 أبدا، ولكن اللي معاه وقت 30,000 لا تنزل عنها، لا تنزل عنها، فيها شيء عجيب ومبارك، ما لا نقدس ولكن فيها بركة عجيبة، ما في شيء صدفي، ما في أنه 10,000 الناس وجدوا ضالتهم. فلا تكثر أكثر من اللازم ولا تقل أقل من اللازم، لا تهجم على الأمر هجوم، خلص معك. يعني أنا عندما سمعت قصة الإمام أحمد مع الخباز ما عرفتش كم الخباز كان يستغفر، وجاءت قصة 30,000 استغفار، أنا كنت استغفر 3 و4 مرات في اليوم ولا ربما ما استغفرهن. فعندما سمعت هذا الرقم يعني وكأنه الرسالة، الخباز كان لازم الاستغفار وكان ربما كان يصل إلى 30,000، عرفت أنه الأرقام عالية. بدأت لا زدت، ما زدتش، زدت في الصلاة على رسول الله، زدت في أني أتصدق، زدت في قيام الليل 13 ركعة من قيام الليل. نعم وبارك الله فيكم، جزاكم الله خير. مش الموضوع أنك أنت تأخذ لي 100,000 استغفار في اليوم لربما تعملهن 10 أيام وخلاص وتترك كل شيء، ما بدنا منها استمرارية استمرارية استمرارية. تتعلم طب اليوم في كورس كذا، بعدين في كورس الثاني، بعدين الثالث، بعدين الرابع، سنة أولى، سنة ثانية، سنة خامسة، سنة سادسة، حتى تأخذ الشهادة. وبعد ما إنك أنت بتخلص الطب في امتحان دولي بدك تعمل المزاولة المهني، فإن سقط منه ستعيد الموضوع. وهكذا إذا أنت ما وصلتش إلى معرفة الله ستبقى ساقط في الموضوع. شو يعني أعرف الله؟ استجاب الدعاء، الله يستجيب لك. ترى كل شيء بدأ يتغير في حياتك، حياتك تدل على آخرتك، إنك أنت راضي راضي الله يستجيب لدعواتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نأخذ درس آخر فيه قصص أخرى.